كابتن من كباتن كبيره جدا جدا في النادي الاهلي، وكان كابتني من خلال مونديال 90، وكابتن فتحي مبروك نجم النادي الاهلي في السبعينيات. كابتن فتحي مساء الخير وكل سنه وحضرتك طيب. مساء الخير يا كابتن هاني حسام، طيب وسعيد طبعا ان انا بلتقي معاك ومع السلام. اهلا بيك يا كابتن. طبعا يمكن بهنيكم طبعا على التطوير والتحديث في قناه الاهلي، وكل الشكر والتقدير لمجلس اداره النادي واعضائه وجماهيره، وبرضه من خلال بيتنا الكبير لجماهير الكره المصريه كلهم، كل سنه هم طيبين يا رب وبخير دايما. وحضرتك طيب هتشرفنا اكيد، بس عايز اعرف من حضرتك برضو ردود الافعال اللي حواليك، يعني بمناسبه الافتتاح واحنا بنعيد وقلنا في الافتتاح انه العيد عيدين، فالاجواء يعني او ردود الفعل كانت عامله ازاي برضو؟ لا هي ردود فعل جميله، يعني انا سمعت اراء ناس كتير جدا على فكره على القناه والتجديد والتحديث اللي حصل فيها. الناس مبسوطه جدا جدا، حتى يمكن الايجل اللي نازل وهو طاير كده في سماء القاهره وفي سماء النادي الاهلي حاجه جميله، يعني شاف ان في تحديث كويس جدا في القناه. وطبعا انا زي ما قلت لك بشكر مجلس اداره النادي الاهلي ان هو بيحدث هذه القناه، ان القناه دي فعلا محطه انظار جماهير الاهلي وجماهير الكره المصريه. صحيح. كابتن فتحي طبعا حضرتك يعني مدرب كبير، ويمكن كان ليك الفترة اللي فاتت كان ليك مهمة خاصة مع قطاع الناشئين في النادي الأهلي، ودلوقتي كمان عند حضرتك كمان مهمة يمكن تكون أصعب هو اكتشاف المواهب. كلمنا باختصار عن قطاع الناشئين في النادي الأهلي الفترة اللي فاتت، وأنا عارف أن مجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب عامل طفرة وهيجدد من الفكر وهيجدد من الشكل لقطاعات الناشئين وقطاع الناشئين بالنادي الأهلي علشان نطلع فعلا ابن النادي ويكون عندنا ولاد بيمثلوا الفريق الأول كلهم من ولاد النادي. فأعرف من حضرتك أخبار قطاع الناشئين إيه في الفترة اللي فاتت والفترة اللي جاية. والله يا كابتن هاني أنت يمكن كنت على كنت أنا يمكن حطك معايا السنة اللي فاتت لو تفتكر. وأنا طبعا. شايف إن قطاع وأنا شايف قطاع الناشئين الحمد لله السنتين دول كانوا بشكل إيجابي وشكل هايل واللعيبة كويسة ونتائج كويسة، إن كان هناك بعض المشاكل بتبقى حاجة دايما واردة في عرف كرة القدم أو في عرف دايما قطاعات الناشئين في الأندية. مظبوط. في حاجات كده مشاكل صغيرة، بس الحمد لله الأمور كلها كانت ماشية كويس. الامور كلها كانت بتدور في منظومه كويسه، سواء العاملين او سواء المدربين الفنيين او المدربين او كل الناس العاملين في قطاع الناشئين. الحمد لله كان في ارتياحيه وفي نتائج كويسه، حتى يمكن في ارتياح من اولياء الامور كبير جدا لهذا القطاع. هذا القطاع يمكن من سنتين برضه قدمت خريطه بمستقبل النادي الاهلي وباللعيبه الكويسه في النادي الاهلي، واتمنى الفتره القادمه يكون ليهم دور ان شاء الله فيها. وشفنا كابتن فتحي، شفنا العربي بدر موجود، وشفنا ثلاث اربع عناصر مواليد 2001 و97 و99 شاركوا كمان مع تدريبات النادي الاهلي، وشاركوا مستر بايلر في بعض المباريات الوديه. ده طبعا كانوا موجودين امبارح في التدريبات. كانوا موجودين في التدريبات امبارح كانوا معانا. فطبعا طبعا انا يمكن من السنه اللي فاتت كنت مرشح الناس دي، وعندي يمكن الكابتن هاني الخريطه اللي انا قلت فيها في كل مركز حاطط 2 3، وقلت دول مستقبلا يبقوا لعيبه نادي الاهلي ولعيبه درجه اولى. وهي كانت بس الفرصه زي ما مستر بايلر عمل دلوقتي، ادهم فرصه في التدريبات وفرصه في المباريات الوديه عشان يقدر يحكم على مستوى اللعيبه دي. والحمد لله اذا كان هناك بيبقى انجاز لقطاع الناشئين ان هو بيطلع لعيبه فعلا تفيد الدرجه الاولى. وتفيد الدرجه الاولى النهارده فعلا النهارده بيستغل اللعيبه اللي متربي في النادي الاهلي اللي بيتمتع بروح الفانيلا الحمراء ان هو يبقى عنصر من عناصر الفريق الاول ان شاء الله. كابتن فتحي احنا كمان عندنا دوري ابطال افريقيا، والبطوله الحقيقه بطوله مهمه جدا مش سهله، شايف حضرتك كمان الاهلي مستعد ليها ازاي يا كابتن؟ والله بصي الاهلي الحمد لله دائما في استعداد كويس، دائما في ايجابيه بتبقى من اللعيبه كويس، الجهاز الفني، المنظومه كلها في كره القدم في النادي الاهلي او الفريق الاول الحمد لله ماشيين في تدريبات كويس، ماشيين ايضا في المباريات الوديه اللي اتعملت ماشيين كويس جدا جدا، نتائج كويسه، اداء مشرف لدرجه ان حتى جماهير النادي الاهلي بتستمتع على قناه النادي الاهلي، بتشوف الماتش لايف، بتشوف اللعيبه، بتشوف النتائج، كل هذه الامور بتدي مؤشر ان شاء الله ان احنا ان شاء الله في المباريات القادمه في البطوله الافريقيه يبقى النادي الاهلي شان وكان ان شاء الله. شكرا جزيلا ليك وعيد سعيد على حضرتك وعلى الأسرة، ودايما البيت الكبير ده مجمعنا ومجمع كل الشخصيات. صحيح. كل الناس طبعا وكل المجالات طبعا. كابتن فتحي غني عن التعريف، ويمكن بيتكلم في نقطة مهمة جدا.